وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد أحد بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه الفلاح في الآخرة والنجاح في الدنيا. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وإن من تقوى الله أن نلتزم بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به، والتوحيد هو عبادة الله وحده، وقد خلق الإنس والجن من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكيف لا نفرد الله بالعبادات، وهو الذي برحمته أنزل الخيرات وتفرد بإيجاد المخلوقات، وسيقف العباد بين يديه ليحاسبهم على ما فعلوه في العلن والخفيات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. وقال جل في علاه: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وانظروا أيها العقلاء، وانظروا أيها العقلاء إلى آثار رحمة الله في الكون. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمته سبحانه أن أكمل دين الإسلام كما قال جل وعلا في الآية التي نزلت في عرفة في هذا الموطن الشريف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي بني على خمسة أركان: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وهذه الأركان من أسباب نزول الرحمات. فالشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أن لا يعبد أحد بحق إلا الله فنوحده بالعبادة، وشهادة أن محمدًا رسول الله فيطاع أمره ويصدق خبره، ولا يعبد الله إلا بما جاء به. وأمر سبحانه بإقامة خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأمر بالزكاة وهي إخراج جزء معلوم من المال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذا أمر بصوم شهر رمضان وبحج بيت الله الحرام. وفي الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. ودعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين في الحج ثلاثا. ومن رحمته سبحانه وتعالى
أن جعل الإيمان سبيلاً لاستجلاب رحمة الله وطريقاً للنجاة وطريقاً للنجاة، فقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً. وقد ذكر نبيه الرحيم صلى الله عليه وسلم أن أركان الإيمان ستة، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن رحمته سبحانه أن أرسل أنبياءه عليهم السلام إلى الناس ليكونوا رحمة للخلق أجمعين. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اسمع لقول الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن رحمته سبحانه أن أنزل الكتب المشتملة على الشرائع المصلحة لأحوال الناس رحمة بهم. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذا سار سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم سيرة الرحمة، كما وصفهم الله بقوله: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وما كان أنبياء الله كما كان أنبياء الله وأولياؤه يرحمون خلق الله. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وقال عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهكذا تستمر رحمة المؤمنين بعضهم بعضا إلى قيام الساعة. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأهل العلم يرحمون من يستفتيهم اتباعا لقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بل جميع المؤمنين يرحم بعضهم بعضا، كما في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتشمل الرحمة جميع الخلق،
وتشمل الرحمة جميع الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن فضله سبحانه أن جعل من أسس العلاقات الاجتماعية الرحمة، رحمة بين الآباء والأبناء، ورحمة بين الأزواج، ورحمة بين القرابة والرحم. فقال عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عن الأزواج والزوجات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بل تستمر الرحمة حتى في التعامل مع البيئة والبهائم. فدخلت بغي الجنة لما رحمت الكلب العطشان فسقته الماء، كما دخل رجل الجنة لما نحى غصن شجرة في ظهر طريق رحمة بالمسلمين لئلا يؤذيهم. لهذا ينبغي أن تكون الرحمة منطلقا وأساسا في التعاملات البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، وبين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده. ولرحمة الناس بعضهم بعضا، ولرحمة الناس بعضهم بعضا الآثار الجميلة والعواقب الحميدة. ومنها تنشأ المحبة، وبها ينتشر التسامح، وتسود الألفة، ويشيع بينهم التعاون. وللرحمة مجالات متعددة في حياتنا المعاصرة، سواء في سن الأنظمة واللوائح، أو استخدام وسائل المواصلات، أو استخدام الاستخدام الأمثل للتقنية أو وسائل الإعلام. ومن مظاهر الرحمة ما نشاهده من رجال الأمن وجميع العاملين في هذه المشاعر في توجيه الحجيج ومعونتهم على أداء نسكهم، خصوصا في حق الكبير والعاجز والطفل الصغير. وما ذلك إلا بالتوجيهات الكريمة التي يصدرها ولاة أمر هذه البلاد في سلسلة الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وتقديم الخدمات العظيمة للحجاج والمعتمرين في جميع المجالات. ومن الجهود المشكورة مشاريع التوسعات في الحرمين الشريفين، ومشاريع تهيئة المشاعر لأداء النسك، وترتيب البنية التحتية بها. وقد تتابع ملوك هذه البلاد على الاهتمام الفائق برعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، ابتداء من عهد الملك الصالح عبد العزيز رحمه الله وغفر له وأجزل مثوبته، ثم أبنائه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، رفع الله درجاتهم في عليين. والآن نشهد في عهدنا الحاضر أعمالاً جليلة في هذه المواطن الشريفة يسر بها خاطر كل مؤمن. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن معه مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير. اللهم جازه خير الجزاء
على ما يقدمه من الخير والإحسان، واجعله من أسباب الهدى والخير والرحمة. اللهم بارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزه خير الجزاء، واجعله سبب خير ورحمة للأمة كلها، ووفقه لما تحب وترضى. أيها المسلمون بفضل الله، أيها المسلمون بفضل رحمة الله تزكو النفوس وتطهر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال جل في علاه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويدخل الله المؤمنين الجنة برحمته، كما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا، وبرحمة الله يندفع عن الخلق أنواع من المصائب والشرور، كما قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ويكفينا ربنا الرحيم شر عدونا الشيطان الرجيم برحمته سبحانه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها المؤمنون، هناك أسباب تستجلب بها رحمة الله، فمن أسباب الرحمة التقوى، كما قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ومن أسباب الرحمة المسامحة، ومن أسباب الرحمة المسامحة في التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. ومن أسباب رحمة الله قراءة القرآن وتدارسه والاستماع إليه، كما في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أسباب رحمة الله للعبد إحسانه للخلق، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن أسباب رحمة الله بالعبد سعيه في الإصلاح بين المتخاصمين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أسباب نزول رحمة الله طاعة الله ورسوله، كما قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والصبر من أسباب الرحمة، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أسباب الرحمة ما ذكره الله بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ومن أسباب الرحمة ما ذكره الله سبحانه بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن أسباب نزول رحمة رب العالمين الإكثار من الاستغفار. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيها المسلم، مهما كثرت ذنوبك فلا تقنط من رحمة الله، فإن باب التوبة مفتوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن أسباب ذلك دعاء رب العالمين بإنزال رحمته، كما قال موسى عليه السلام: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وكما قال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن دعاء أبوينا آدم وزوجه: قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حجاج بيت الله الحرام، إنكم في موطن شريف تستجاب فيه الدعوات وتنزل فيه الرحمات. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. أخرجه الإمام مسلم. وهذا رحمة بالمسلمين، ولهذا رحمة بالمسلمين أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجه ليتمكنوا من الذكر والدعاء. فأروا الله من أنفسكم خيرا وأكثروا من دعائه بالرحمة والخير لكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق، وللمسلمين عامة، بأن يصلح الله أحوالهم وأن يتولى شؤونهم. أيها الحجاج، من الرحمة بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج بفعله، فقد خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم أذن فأقام، وصلى الظهر مقصورة الركعتين ثم أقام، فصلى العصر مقصورة الركعتين، بعد ذلك وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه. فلما غرب قرص الشمس سار إلى مزدلفة وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع،
ليكون ذلك من أسباب رحمة الحجيج بعضهم ببعض. وحين وصل مزدلفة أذن فأقام، ثم صلى المغرب ثلاثا، ثم أقام فصلى العشاء ركعتين جمعا وقصرا، وبات بمزدلفة، ثم صلى الفجر بها في أول وقتها، ودعا الله إلى أن أسفر، ودعا الله إلى أن أسفر، وانطلق إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، وذبح هديه وحلق، وبعد ذلك طاف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يدعو عند الصغرى والوسطى، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث بمنى إلى اليوم الثالث عشر، وهو الأفضل، وأجاز التعجيل في الثاني عشر. فلما فرغ من حجه طاف بالبيت العتيق قبيل سفره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارحم الحجيج وتقبل منهم حجهم، ويسر لهم أمورهم، واكفهم شر من أراد بهم سوءا. اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتولى شأنهم، واجعلهم يتراحمون فيما بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، ووسع عليهم في أرزاقهم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وتجاوز عن مسيئهم، واغفر لميتهم. اللهم اشف مريضهم، وتجاوز عن مسيئهم، واغفر لميتهم، واغن فقيرهم، واقض الدين عن المدين منهم. اللهم اجعل بلدانهم بلدان خير ونماء وتطور ورفاهية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.